توحد سعر الصرف أملا في إنقاذ الاقتصاد. أزمات سياسية وإنسانية تنتظر الحل في العام الجديد، والأسواق العالمية تنتظر الانتعاش في 2021، والخبراء يتوقعون تعافيا اقتصاديا. برنامج اليوم مع رؤى ريان وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقاتنا من العام الجديد، مع بداية اليوم الجديد والعام الجديد. نتمنى لكم طبعا أن تكون سنة خير وسعادة، وأيضا لك أنت يا باسة، أتمنىك هذه السنة تكون كلها صحة وسعادة وكثير من السفر. يعني الواحد يتأمل أنه يسافر. يا رب تكون خير علينا جميعا من ناحية الصحية في البداية، ونخلص من الجائحة في وقت ما خلال هذا العام. يا رب يكون في البداية يعني إن شاء الله، وبعدين بعدين نفكر بقى ونعمل خطط للسفر والانبساط وفرحه. صحيح. باذن الله على الجميع باذن الله. تمام صحه باذن الله. عموما يعني شفنا انه هذه السنه كان فيها كم هائل من الاحداث والضغوط اللي طبعا تعرضت لها مجتمعاتنا ككل بعد ازمه كورونا، وايضا التداعيات اللي صارت خلال العام الماضي. صحيح. هي يعني سنه انتهت 2020 انتهت بكل حلوها ومرها، واعتقد انها حملت من المر الكثير، ولكن هذا لا يعني أن كل القصص الحزينة انتهت، ومنها حكاية الشابة اللبنانية ليليان شعيت. وليليان كانت قد خرجت من البيت في صباح الرابع من أغسطس لتشتري هدية لزوجها في عيد ميلاده الرابع من أغسطس، يوم من المفترض أن يكون يوم احتفالي وجميل، ولكن كان لانفجار بيروت وكان للقدر كلام آخر. ليليان قضت الخمس شهور الماضية في غيبوبة بسبب إصابتها في هذا الانفجار، لتستفيق من هذه الغيبوبة في صباح اليوم الأول من العام الجديد. المشكلة بس ما في الواحد في هذه القصة، هل هو يفرح ولا يحزن؟ لأنه القصة الحزينة لو نبغى نقول لم تنتهي هنا. فليليان هي أم لطفل رضيع كان يقيم لدى عائلة زوجها. فالأزمة طبعا في وقت الأزمة أنه هذه العائلة كانت تمنع الطفل من عائلة ليليان اللي كانت أصلا تعاني من غيبوبة البنت خلال هذه الفترة، وكانت ترفض زيارة الابن لأمه بعد استفاقتها. إلا أنه المحكمة الشرعية أنصفت الأم وقررت يعني منع سفر طفل ليليان للخارج حسب ما كان يريد زوجها، وأيضا يعني سمحت لرؤية الطفل لأمه 4 ساعات يوميا. على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كانت هناك ردود أفعال واسعة عبر الناشطون اللبنانيون عن سعادتهم طبعا لتحسن وضع ليليان، متمنين لها الشفاء العاجل. نقرأ من هذه التعليقات، بداية بأحمد العبدالله الذي غرد على تويتر قائلا: قصة ليليان شعيته بتختصر كل شيء في ظلم وقهر بالعالم، ابنة لليليان من حقها، هيدا أبسط حقها. وأيضا حساب ملك السيد كتبت: اللي صار مع ليليان شعيته دليل على أنه أهلك يا عزيزتي هني سندك الأول والأخير بالحياة. وأخيرا سلاف اللي كتبت: هدية لزوجها كلفتها حياتها واستقرارها، والمقابل حرمانها طفلها رغم إصابتها. ليليان تحولت إلى رمز لضحايا مرفأ بيروت، وصارت صرخة في وجه كل من اعتدى على لبنان واللبنانيين. نبدأ حلقتنا من ليبيا التي تشهد عدة ملفات سياسية واقتصادية، حيث أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي. هذه اللجنة يا رؤى بحسب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ستتألف من 18 عضوا من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق، بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في الحوار الليبي. وستكون مهمة اللجنة الرئيسية لمناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. كما ستكون ولاية اللجنة محددة زمنيا بشكل صارم.
وفيما يخص الشق الاقتصادي، تواجه ليبيا معضلة تباين سعر العملة المحلية بين منطقة وأخرى. كما يقال فإن توحيد أركان أي دولة يبدأ بتوحيد اقتصادها. انطلاقا من هذا المبدأ، يبدو أن أطراف الليبية تسعى بالفعل إلى توحيد كلمتها حول اقتصاد بلادها المتهالك جراء الحرب الأهلية منذ سنوات. مصرف ليبيا المركزي قال إن مجلس إدارته اتفق بالفعل على سعر الصرف مخفض في كل أنحاء البلاد عند 4 دنانير و48 درهما للدولار الأمريكي ابتداء من العام القادم، في خطوة رحب بها المراقبون، بل ورحب بها أيضا رجال أعمال قالوا إن سعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد وسيزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي. ولكن ما هو تأثير هذه الخطوة على عملة البلاد، وهل ستسهم، هل من الممكن أن يكون لها دور في الهدف المنشود وهو توحيد البلاد؟ في خطوة تمهيدية لتوحيد اقتصاد البلاد المنهار على مدى السنوات الماضية، أعلن المصرف المركزي الليبي عن توحيد سعر صرف العملة المحلية الدينار في أنحاء البلاد، وحدد المصرف سعر الصرف عند 4.4 دينار للدولار الواحد. سعر الصرف الرسمي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق في طرابلس يبلغ ديناراً فاصل 3 للدولار، إلا أن السعر في السوق السوداء في تلك المناطق يتجاوز اليوم 5 دنانير. حكومة الوفاق كانت قد فرضت عام 2018 رسماً بلغ أكثر من 180% على معاملات العملة الصعبة، ما أدى عملياً إلى انخفاض قيمة الدينار واقترابه من سعر السوق السوداء. ونظرا لاحتكار مصرف ليبيا المركزي معاملات النقد الأجنبي، اضطرت السلطات في مناطق بنغازي شرق البلاد إلى التعامل بسعر أعلى، بينما كانت حكومة الوفاق الوطني معفاة من الرسوم، فوصل سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة الجيش إلى 5.4 دنانير للدولار. الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء أضرت باقتصاد ليبيا المعتمد أساسا على النفط، وأحدثت أزمة سيولة وشجعت الفساد في مؤسسات الدولة. فهل سيكون الإعلان الأخير خطوة تمهيدية تصب في مصلحة توحيد البلاد كما يجري في الملف السياسي؟ إذن دعونا نتعرف الآن على أبرز الاجتماعات التي ضمت الأطراف الليبية خلال الأشهر الماضية، والتي كان معظمها برعاية الأمم المتحدة. مفاوضات القاهرة المتتالية بين الأطراف الليبية التي شكلت أرضية متينة للمباحثات فيما بعد، ومفاوضات القاهرة هذه تزامنت مع سلسلة مباحثات مع الفرقاء الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية. مباحثات بوزنيقة تأتي باستمرارا لاجتماعات طنجة التي استمرت لعدة أشهر قبل أن تنتقل لبوزنيقة. كما كانت هناك سلسلة اجتماعات تونس استمرارا لمفاوضات جنيف التي جمعت الأطراف الليبية على طاولة واحدة. أما محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 فهي لا تزال تجري في مدينة غدامس الليبية. ينضم إلينا الآن مشاهدينا رجل الأعمال والخبير في الشأن الاقتصادي الأستاذ حسني بي. صباح الخير عليك أستاذ حسني. في البداية دعنا نتحدث عن هذا القرار في حد ذاته، قرار اعتماد سعر صرف موحد. هل برأيك هذا مؤشر يعني أن أطراف النزاع بالفعل جادة في توحيد البلاد؟ ما في شك أن أولاً موضوع توحيد سعر الصرف كان هو السبب الرئيسي لعدة حروب، وسميت حروب الاعتمادات وحروب تعدد الأسعار وحروب الكنيات 2018 وبعدها 4-4. كل حروب بالعالم من يوم ما خلقت الدنيا وهي أساس الاقتصاد، أساس المال. فتفاوت الأسعار، وفي التقرير اللي تقدمتم به تتحدثون على أسعار السوق الموازية أو السوق الحرة إذا نحن نسموها حرة 5.40 دينار اليوم، ولكن حتى أول ديسمبر السعر كان بالسكوك 7.70 دينار. من خلال اجتماع مجلس إدارة واتفاق على توحيد السعر في معدل اللي هو خطأ أن نقول بالدولار، وفي الواقع مع حقوق السحب الخاصة SDR اللي هو 0.15 0.158
الإعادة هذه الأيام ما يساوي 4.48 دينار، ولكن قابل للارتفاع والانخفاض في حدود معايير محددة حسب تحرك الدولار مع باقي سلة العملات ضمن محدد السعر اللي هو SDR أو حقوق السحب الخاصة. ما في شك أن هذه خطوة جيدة ممتازة، لأن لأول مرة مصر هي المركز بمجلس إدارة يجتمع بعد 6 سنوات من الفرقة، ولأول مرة يضع أساس لنمو حقيقي في الاقتصاد بدل من الزيت التعدد الأسعار واللي كان خالق أساسا صراعات وحروب في ليبيا خلال السنوات الستة الماضية. بالرغم من كل ما ذكرت عن هذا السعر الذي تم تحديده، سعر 4.40 دينار، يعني بعض الخبراء قالوا أنه نوعا ما مرتفع حتى وإن كان سعر السوق الحرة يعني أعلى من ذلك، هل هذا هو السعر الطبيعي أم أنه كان من الضروري مراجعة هذا الرقم قبل إعلان القرار؟ هو ما في شك أنه هو مرتفع، وأنا من مساندين فكرة أنه هو مرتفع، إلا أن للضرورة أحكام. أنا بعتقد أنه هو أكثر من كونه سعر اقتصادي أو مالي أو نقدي، هو سعر سياسي، لأن ما كانش في حل آخر إلا القبول. من ناحية طرابلس كانت تطالب بسعر أعلى من هذا السعر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة اللي منتمين أكثر في الكتلة الشرقية كانوا يطلبون بأقل منها، ولكن وصلوا إلى ما يسمى، أنا شخصيا سميه، ليس يسمى شخصيا سميه، سعر سياسي أكثر من أنه سعر اقتصادي، لأن بالفعل الدينار القوة الشرائية الحقيقية له أمتن من 4.48 وفي حدود 3.99 حتى من حدود 4 دينار. ننتظر أن بهذا السعر أن ما يكونش في نشاط اقتصادي اللي كان مرجو، ولكن خلال 6 شهور باعتقادي أن الدينار الليبي حيتقوى على الدولار أو على الـ SDR أو خاصة بما لا يقل عن 11% خلال 6 شهور، ولكن الهدف النهائي اللي هو خلال 18 شهر هو محدد من قبل مجلس الإدارة أن يوصل سعر الدولار إلى قرابة 3 دينار مع إصلاحات أخرى، منها إصلاح الدعم، حيث أن الدعم لوحده يستهلك بأكثر من 5 مليار دولار سنويا، وهذا رقم يهرب ويسبب في صراعات على مسارات التهريب الحدودية والبحرية وحتى الجوية لو المطارات فتحت. نعم، وهنا سؤالي، يعني ما هو حجم هذه الخطوة مقارنة بمسيرة الإصلاح الشامل والسياسات النقدية الإصلاحية؟ إلى أي مدى يمكن الارتكاز على هذه الخطوة وحدها؟ خطوة واحدة هذه تمثل بالنسبة لي أعتقد شخصيا أكثر من 80%، بالرغم أن في بعض الخبراء بيقولوا أن هي تتعدى 50%، ولكن لا توصل ل 80%، إلا أنها هي كانت بدون شك مسبب رئيسي للحروب الذي رأيناها ونراها حتى هذه اللحظة على المال العام، على المؤسسات، على وزارة الخزانة، على ليبيا الاستثمار، على مصرف ليبيا المركزي، لأن توقيع من محافظ مصرف ليبيا المركزي وإلا من السيد السراج كانت تجعل من شخص بدون مال مليونير من خلال رسالة A4 مكتومة وموقعة من إحداهم. الخبير في الشأن الاقتصادي الأستاذ حسني بي، شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح. ومن ليبيا إلى العراق، في العراق تداول مستخدمون منصة تويتر صورا ومقاطع فيديو قيل أنها تظاهرات لعناصر من ميليشيات العراقية الموالية لطهران بالقرب من مطار بغداد الدولي، وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة من طائرة مسيرة أمريكية في 3 يناير من عام 2020 في طريق إلى المطار. وأشار حساب تابع لوكالة أنباء محلية إلى أن اقتحام مطار بغداد من قبل أنصار الحشد الشعبي.
اختارت الأحزاب الموالية لإيران ساحة التحرير من أجل إقامة فعاليات وصفت بالاستفزازية خلال عملية التشييع، وعلقت صور سليماني والمهندس على بناية المطعم التركي الشهيرة التي عرفت كرمز من رموز المظاهرات. هذه الصور طبعا أثارت حفيظة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا تعليق صورة جنرال إيراني في وسط العاصمة بغداد استفزازا وانتقاصا من السيادة العراقية. دعونا نبدأ بما كتبه حسين دلي. حسين يقول: شوفوا الاستفزاز، يعني ما لقيته غير المطعم التركي في ساحة التحرير، العراق للعراقيين. أما مصطفى فعلق قائلا: الصراحة حسرة بالقلب، حزين جدا، لماذا هذه الاستهانة الكبيرة بحق شهداء الثورة بمكان يعتبر مقدس؟ لا تزال دماء الشهداء تنزف من فوق أرصفة التحرير، لماذا يرفعون صور الذين قتلوا أولادنا وشبابنا فوق المطعم التركي الذي كان صوت الأحرار؟ ولكن للأسف الشديد على الشعب رضخ وأدل نفسه لهذه العصابة. أما أحمد كاظم فقال: رفع صورة المهندس وسليماني على بناية المطعم التركي تعدي صارخ على إرادة العراقيين، حيث أن العراق قال كلمته بتشرين، وصرخ الشعب بصوت واحد للعراق لا لشيء سواه، ورفض العمالة والولاءات الخارجية. أما طلال الحريري فكتب: المطعم التركي وإن تدنس سيبقى ذلك المبنى رمزا شاهدا على أعظم ملحمة في تاريخ العراق المعاصر، ملحمة رافدينية تحدت الفاشية الدينية ووقفت بوجه الإرهاب الإيراني وأنتجت جيل كبير لا يعتنق إلا الحرية، لا يرى إلا العراق ولا يطمح إلا للمجد والسلام. أما آخر تغريدة معنا هنا كتبها الحساب الساخر آدم العراق الذي علق قائلا: حسنا، بعد التفكير في الأمر أجد أن وضع صورة المهندس وقاسم على المطعم التركي هو أمر منطقي جدا، إذا كانت البناية هي في الأصل بناية لمطعم فمن الطبيعي أن تكون الصور المعلقة على الواجهة هي صور لأطباق الكباب والمشويات. مشاهدينا، بعد الفاصل، أزمات سياسية تنتظر الحل في العام الجديد، ابقوا معنا. سياسية شائكة في الوطن العربي والعالم لم تصل إلى نهايات سعيدة في العام 2020، فهل سترى انفراجة في العام 2021؟ عربيا، أزمة اليمن والنزاع الليبي والحرب الأهلية السورية في صدارة الملفات الساخنة، إقليميا سد النهضة وملف النووي الإيراني والتمدد التركي في المنطقة بلا حلول، وعالميا ملفات الحرب الأمريكية الصينية وتوسع الصين وأيضا اتفاقات ستارت نووية. بالفعل أحداث سياسية كثيرة عالقة في عدة دول عربية تستمر معنا ل 2021، علها تنجح في إيجاد مخارج وحلول للمعضلات السياسية المتراكمة التي عجزت عن حلها الأعوام السابقة. ومنها نبدأ باليمن الذي يحاول أن يلملم سنوات الحرب الموجعة التي بدأت منذ العام 2015 من خلال اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019 بين الطرفين المتنازعين، وبدأ تنفيذه بشقه العسكري في ديسمبر 2020، ثم يأتي الشق السياسي الذي رحل إلى 2021. من اليمن إلى ليبيا، حيث تم الاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في أواخر ديسمبر من عام 2021 كخطوة تحيي الأمال في إنهاء سنوات من الصراع في البلاد، ولكن مع ذلك شهدت الأشهر الأخيرة من 2020 تصعيدا ملحوظا مدفوعا بتكثيف تركيا تدخلها العسكري في هذه الأزمة. أما الأزمة السورية التي يشكل التدخل الإيراني فيها تحديا للمجتمع الدولي، فتنتظر اليوم موقف وقرارات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاهها في العام 2021. وحسب المراقبين فإن سوريا أولوية لإدارة بايدن في العام الجديد، ويرى نفس المراقبين أن ما عجزت عن تحقيقه عقوبات ترامب الاقتصادية المشددة سيتم وسيحدث بالفعل في ظل قيادة بايدن. خليجيا، من المتوقع أن تتم المصالحة بين الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقدها في 5 يناير 2021 في الرياض، علما أن عام 2020 طبعا شهد استمرارا للخلاف الذي اندلع في يونيو من عام 2017.
إذن هناك الكثير من الملفات العالقة التي تنتظر الحسم خلال هذا العام. في اليمن كان يتأمل اليمنيون أن تحل الحكومة الجديدة الأزمة اليمنية، ولكن يبدو أن الهجوم الذي تعرض له مطار عدن بمجرد وصول أعضاء الحكومة قد يزيد الأمور ارتباكا. وعلى كل حال ينتظر اليمنيون من الحكومة الجديدة الكثير خلال هذا العام. مع أنه ليس عاما مريحا ومستقرا بالنسبة لليمنيين، إلا أن عام 2020 هو عام حافل بالملفات الرئيسية في اليمن وشهد تقدما لافتا. فاتفاق الرياض الموقع بين حكومة عبد الرب ومنصور هادي المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي في العام 2019 برعاية سعودية أفضى أخيرا وفي نهاية العام إلى تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا منهم 5 من المجلس الانتقالي. ولكن تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق ليس بالأمر السهل، ويشهد تعقيدات فيما يخص دمج قوات المجلس الانتقالي وانسحابها من المدن الجنوبية ابتداء من عدن وانتهاء بجزيرة سوقطرة شرقي عدن. وأما تنفيذ الشق السياسي المتمثل بتشكيل الحكومة، فالعديد من المراقبين يخشون من عدم نجاح الحكومة الجديدة في ظل وجود جهتين تتنازعان القرار العسكري والأمني. أما اتفاق الحديدة المبرم بين الحكومة الشرعية وجماعات الحوثي برعاية الأمم المتحدة فلم يحقق أي تقدم يذكر، بل زادت وتيرة الاشتباكات والقصف المتبادل منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018 وفق تقرير الأمم المتحدة. لا شك أن عام 2020 عام الجبهات الملتهبة بامتياز في اليمن، ففي تعز والجوف والبيضاء والضالع لا تزال المعارك بين كر وفر، وأعداد القتلى تتزايد وسط عجز المجتمع الدولي عن إسكات ذوي القذائف وأصوات الرصاص. واللافت هذا العام هو انتقال الصراع من الحدود البحرية بعد البرية، من المهرة شرقا فسوقطرة جنوبا إلى السيطرة على الخطوط الملاحية في البحر الأحمر غربا، حيث تشهد تنافسا محموما بين الأطراف المتصارعة، فتتحول من مناطق هادئة إلى مراكز صراع لدول أقليمية تنذر بمشهد آخر من التعقيدات والصراعات في اليمن. هذا ربما بالنسبة للأزمات في منطقة الخليج وبتحديد اليمن كما تحدثنا الآن. إذا ما انتقلنا إلى أفريقيا فهناك أزمة سد النهضة، واحدة من أزمات عديدة برزت في العام 2020، أزمة شغلت مصر وإثيوبيا والسودان وشهدت جولات مكوكية من المفاوضات، ولكنها مع ذلك بقيت حتى اللحظة من دون حلول. في البداية دعونا نذكر ببعض الحقائق عن سد النهضة. في البداية هو سد مائي ضخم على النيل الأزرق، بدأ إنشاؤه في إثيوبيا في العام 2011 وهدفه الأساسي هو توليد الكهرباء. تصل تكلفة إنشاء السد إلى حوالي 8 مليارات دولار، وتشرف على بنائه مجموعة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، وهي مجموعة صناعية متخصصة في بناء المشاريع الكبرى والمعقدة. بدأ ملء خزان السد في يوليو من العام 2020، وقد يستغرق ملؤه من 5 إلى 7 سنوات. أما قدرته الاستيعابية فتصل إلى 74 مليار متر مكعب، ولذلك فيثير هذا السد مخاوف مصرية وسودانية من إمكانية تأثيره على حصتهما من مياه نهر النيل. يعني باسل، فيما يخص سد النهضة، طبعا اللي بيصير إنه ينضم السودان اليوم يوم الأحد إلى جولة جديدة من المحادثات مع مصر ومع إثيوبيا في محاولة لحل الخلاف بشأن السد الإثيوبي. المحادثات هذه تأتي بمشاركة مسؤولين من جنوب إفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السودانية فإن السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وأيضا تشغيله. وكانت آخر جولة من المفاوضات التي عقدت عن طريق الفيديو في أوائل نوفمبر الماضي وقد انتهت بدون إحراز أي تقدم.
طبعا تبعات سد النهضة لا تقف عند السودان، فمصر تعتبر من أكبر المتضررين من تشغيل السد، ولمواجهة نقص مياه النيل تتجه مصر حاليا نحو استغلال أمثل لمواردها المائية بالتوازي طبعا مع سيرها في مفاوضات ملف سد النهضة المتعثرة، فتعمل في نفس الوقت على التحول التدريجي من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة، وتعيد وزارة الري تبطين الترع والمصارف لتقليل فقد المياه، بينما أنشأت محطات تحلية لمياه البحر ومحطات للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي. ورغم الجهود الكبيرة في هذا المجال تبدو مشكلة العجز المائي كبيرة جدا حتى هذه اللحظة. تحول حسني إلى ما يسمى بالري الحقلي، وهو مشروع حكومي لري الأرض من خلال أنابيب مغطاة لتقليل هدر وتسرب المياه في المجاري المفتوحة، وسيلة يراها الرجل تناسب أرضه وتسهل عمله. التطوير حاليا دلوقت عمل وفر يامي، عمل مساحة في الأرض اللي هو سد المصارف والجنو وبتاع، ووفر كمية المية اللي كانت بتستهلك في الصرف الزراعي، ووفر المدة اللي أنا كنت بنروي فيه. رغم تكلفتها المرتفعة قرر إيهاب أن يستخدم الري بالتنقيط في جزء من أرضه ليواكب التوجه الجديد نحو استخدام وسائل الري الحديثة بدلا من الري بالغمر، لسيما مع المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة. أكيد ليه علاقة بالتكلفة وليه علاقة بنوع النبات اللي هو هنزرعه، يعني حضرتك مثلا في برسيم او في فول مش هينفع، مثلا الفول ممكن نحوله ري بالتنقيط، البرسيم عاوز رش محوري، البرسيم مش هينفع نزرعه تنقيط، عاوز رش محوري ثابت. التحول لوسائل الري الحديثة والمتطورة هو جزء من خطة تسعى الحكومة المصرية لتعميمها لمواجهة مشكلة عجز المياه التي قد تفاقمها مراحل ملء وتشغيل سد النهضة. تشجع الحكومة المصرية الفلاحين للتحول للري بالرش والتنقيط من خلال ورش تدريبية وقروض ميسرة لتنفيذ التجهيزات الأولية. اتجهت الدولة أخيرا اتجاه حديث ثاني آخر إلى نظام اسمه تحديث الري الحقلي. التحديث ده بيبقى شقين، إما ري تنقيط أو ري بالرش، والكلاهما الاثنين بيوفروا المية، بوفروا المياه وبوفروا في السماد وبوفروا في نواة الحشائش وبوفروا في حاجات كتيرة جدا، وبالتالي برضه بيزود دخل المزارع. ويقول خبراء إن المشروعات الحكومية لتوفير المياه رغم أهميتها لن تكفي لسد العجز المائي الحالي، لسيما مع الزيادة السكانية المستمرة وثبات حصة مصر من المياه التي تبلغ نحو 52 مليار متر مكعب. لو حافظنا على أن العجز يظل 20 مليار متر مكعب ده يبقى إنجاز للحكومة، لأن المشروعات مكلفة للغاية. عندنا مشروعات في الداخل وإحنا بنحاول نعملها لأن مياهنا محدودة، أمطارنا محدودة، وفي مشروعات في الخارج. وأحيانا ودلوقتي الحكومة الحقيقة يعني اتجهت بدأت تفكر في مشروعات المائية اللي خارج مصر اللي ممكن تزيد الحصة. وحسب تصريحات رسمية تستغرق خطة التحول للري الحديث نحو 10 سنوات، وبالتوازي معها تتم مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، مشروعات لا تتنافى وفق خبراء مع تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث. هاشم مناع، الحرة، القاهرة. من ملف سد النهضة وتداعيات الإقليمية إلى ملف آخر ملتهب أيضا، وفق العديد من المؤشرات فإن تركيا تعتزم مواصلة تمددها في المنطقة، وهذا التمدد بات جزءا من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الميول الميول الإسلامية بقيادة رجب طيب أردوغان. فلنتعرف على أهم المناطق لتوغلاتها وأيضا تمددها الإقليمي. في السنوات القليلة الماضية قامت تركيا بشن 3 عمليات توغل عسكرية في سوريا، وأرسلت إمدادات مقاتلين إلى ليبيا، ونشرت قواتها البحرية في شرق المتوسط لتأكيد مزاعمها بشأن حقوقها في المنطقة، ووسعت عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأيضا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى آخر معاقل المعارضة السورية في إدلب، وكذلك قدمت مساعدات عسكرية
عسكرية وعناصر مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان في حربها ضد إرمينيا من أجل استعادة إقليم ناغوري كاراباغ. ولدى تركيا اليوم وجود عسكري مباشر في قطر وفي الصومال وفي أفغانستان وقوات لحفظ السلام في البلقان. ويعتبر وجودها العسكري العالمي في الوقت الحالي الأكبر منذ الإمبراطورية العثمانية. ينضم إلينا الآن من باريس أستاذ العلاقات الدولية والباحث السياسي الدكتور خطار أبو دياب. صباح الخير عليك دكتور خطار. يعني ربما في هذا الحوار ننطلق في جولة على الأزمات العالقة والمستمرة من 2020 ل2021. لو نبدأ عربيا، الملفات العالقة يعني تبدو هي نفسها من منذ أعوام، ليبيا، سوريا، اليمن، ولكن يبدو اليوم الملف الليبي وكأنه الأقرب للحل. السؤال هو لماذا هذا التهافت الدولي على حل الأزمة الليبية مقارنة بالملفات الأخرى اليوم؟ أحييك وأحيي فريق العمل في قناتكم وكل من يتابعنا مع التمني للجميع بعام جديد أفضل. بالفعل في نقلة الزمن يبدو العالم العربي مليئا بالأزمات، وإضافة إلى ما تكلمتم به بالطبع هناك لبنان، مسألة الصراع بين الجزائر والمغرب حول ما يسمى الصحراء الغربية إلى ما هنالك. الأهم بالنسبة لليبيا هناك تهافت دولي ربما نتيجة إصرار أمريكي، استنتجت الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعطاء ضوء برتقالي لأردوغان من أجل صد النفوذ الروسي في ليبيا، أن هناك حتى الآن مثلا تناغم بشكل غير مباشر بين تركيا وروسيا من أجل تعطيل هذا الحل الدولي ومن أجل منعه من التوصل إلى نتائج حاسمة. إذن علينا أن نقارب بالمسألة الليبية بتفاؤل حذر، خاصة أن الأطراف الليبية مع انقساماتها الإيديولوجية والجهوية والأنانيات الشخصية المضخمة لا تعمل لصالح حل الوضع في ليبيا. إذن هو تفاؤل حذر ليس أكثر بانتظار إدارة بايدن. الكل ينتظر بايدن كما ينتظر جودو في منطقة سقطت فيها الحصانة الذاتية وليس عندها الكثير من أجل حل أزماتها. طيب بالنسبة للملفين السوري واليمني، وهم طبعا هما ملفان مختلفان تماما، ولكن لضيق الوقت ما احتمالات أن نرى انفراجة في هذين الملفين خلال 2021؟ يعني ما جرى في اليمن في مطار عدن ليس مبشرا. استمرار التفتت والانقسامات داخل اليمن بين عدة أطراف، الذراع الإيرانية الموجودة في اليمن والتي تهدد المملكة العربية السعودية والأمن القومي للمنطقة ليست بالأمور السهلة، لكن أظن يمكن أن يكون هناك مقاربة. عدم الرد على ما جرى في مطار عدن يبشر بعقلانية وواقعية، يمكن أن تمهد لمفاوضات، يمكن أن يكون هناك اندفاع يعني مقابل عدم وضع تنظيم الحوثي على لائحة الإرهاب، يمكن أن تحصل تنازلات أخرى بتقديري. هناك إذن فسحة معينة في اليمن. في سوريا سيحاول بشار الأسد أن يجدد لنفسه بين الألغام قبل تمركز إدارة بايدن وقبل أي مفاوضات أمريكية روسية محتملة، ولكن المسائل السورية متجذرة وسوريا منقسمة إلى مناطق نفوذ، وهناك دلائل معينة على مواجهات أكثر بين إسرائيل والنفوذ الإيراني في سوريا. طيب لو ما انتقلنا إلى أفريقيا، يعني منذ لحظات تحدثنا عن هذا الملف، الملف الشائك سد النهضة، المفاوضات مستمرة رغم الرفض الإثيوبي، وهناك الجديد اليوم جولة ثلاثية جديدة من المفاوضات بمشاركة الاتحاد الأفريقي. ما هي حظوظ نجاح هذه المفاوضات خلال الأشهر القليلة القادمة؟ يعني كما قلتم في تقريركم نلاحظ أن الشرق الأوسط التقليدي التاريخي يتمدد ليصبح نوعا من الشرق الأوسط الأكبر نحو القوقاز مع التمدد التركي، والآن نحو الشرق الأفريقي حيث هذا الدور الإثيوبي الكبير. هناك مشاكل إثيوبية في الداخل وهناك مشكلة سد النيل، لكن ما أخشى منه أن التوتر في الداخل سيدفع أبي أحمد لمزيد من التطرف ولمزيد من المزايدة في ملف مياه النيل، مما يضع المنطقة أمام تحدي كبير، لأن مصر هبت النيل ولأن حرمان مصر من حصتها أو بدء الملء بشكل اعتباطي يمكن
أن يؤدي إلى مزيد من خلط الأوراق. بتقديري هذه مسألة حساسة جدا، من دون تحمل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية لمسؤولياتها، هناك إذن إشارة خطر بالنسبة لمسألة سدود النيل في العام 2021. طيب برأيك يعني إذا دعنا ننتقل مرة أخرى إلى تركيا، يعني تحدثت عنها في البداية ولكن يجب أن نتحدث عنها بتفصيل أكثر هنا، بالتحديد التمدد التركي في سوريا والعراق وأذربيجان بالإضافة إلى ليبيا طبعا، هناك أيضا نقاط عسكرية في قطر والصومال، إلى أين تتجه تركيا خلال العام 2021؟ يعني بعد الصعود الإيراني منذ 2030 نتيجة حروب العراق وأفغانستان التي استفادت منها إيران قبل أي شيء آخر وبقوة، نصل إلى تركيا التي تستفيد من بعض التراجع الأمريكي منذ حقبة أوباما، وحاولت بالتناغم مع الروس ملء فراغات والتمدد، ونجحت بشكل أو بآخر في فرض وجودها كقوة إقليمية. هذا السماح الأمريكي النسبي ساعد تركيا. أظن الآن سيتوقف الأمر كثيرا على موقف إدارة بايدن في وقف هذا التمدد التركي. أظن أن تركيا ستكون مدعوة للاختيار ما بين انتمائها الأطلسي وبين علاقتها القوية الآن مع روسيا. ستكون إذن تركيا أمام أوضاع صعبة، ولكن هذا لا يعني أنها ستستنكف عن التدخل هنا وهناك. طيب إذن دكتور خطار، يعني خريطة الصراعات والخلافات في العالم تبدو متنوعة ومختلفة، هناك قضايا ربما توشك على الانتهاء مع نهاية 2020 وأخرى ما زالت مستمرة في العام الجديد، حديثنا حتى الآن سياسي في مجمله، ولكن ماذا عن الصراع الاقتصادي العالمي؟ هنا نتحدث بالأساس وبشكل واضح عن أمريكا والصين. دعنا نتابع معا هذا التقرير ونعود لنواصل هذا الحوار. صدقت تحليلات كبار المراقبين من أن أزمة اقتصادية كبيرة ستعصف بالاقتصاد العالمي في مطلع العام 2020، وستكون أشد فتكا من سابقتها المالية التي حدثت في 2008. فهل تصدق كذلك توقعات وقوع حرب عالمية ثالثة بين الولايات المتحدة والصين، سينتج عنها ولادة نظام عالمي جديد مختلف تماما عن الواقع الحالي؟ فبحسب مراقبين إن الولايات المتحدة التي كسبت الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة لم تعد قادرة على المحافظة على هذه المكانة بسبب صعود الصين اقتصادياً. ولكي تحمي الصين ظهرها، يقول المحللون، فقد عقدت تحالفا استراتيجيا مع روسيا التي ترى هي الأخرى أن مصالحها ووجودها كقوة عالمية عظمى باتت مهددة من جراء زحف حلف الناتو إلى عتبة دارها، فتلاقت مصلحتا روسيا والصين. وفي 2020 اتجهت إدارة ترامب لفرض سلسلة عقوبات ضد شركات صينية رائدة مثل عملاق التكنولوجيا المتقدمة هواوي، ومنعت وزارة التجارة الأمريكية 11 شركة صينية من شراء سلع أو تكنولوجيا أمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ. وفي رد صيني واضح على الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الصيني خلال زيارته قاعدة للقوات البحرية في مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد في 15 من أكتوبر 2020، قال بأن على قوات البحرية التركيز على الاستعداد للحرب. إذن يبدو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تخمد نيرانها المتصاعدة، لكن طبولها قد تخفت قليلا بحسب خبراء اقتصاديين يعولون على أداء بايدن المختلف عن سلفه ترامب حيال الحرب التجارية مع الصين، ويرجحون احتمالات خفض حدة الصراع بينهما نسبيا في الأيام المقبلة. نتابع الآن حديثنا مع دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، ننتقل معك إلى الصدمات الاقتصادية الدولية، وربما أهمها محور هذا التقرير الذي تابعناه، يعني التنين الصيني يتمدد اليوم عالميا رغم العقوبات الأمريكية المتتالية. إذن كيف ستكون أو كيف سيكون شكل العلاقة المتوقع بين بكين وواشنطن خلال 2021؟ العلاقة ستكون
نحو مزيد من التجاذب. المسألة ليست فقط مع إدارة ترامب كما تكلم بالأمس وزير الخارجية الصيني. هناك مسعى صيني لأخذ موقع الند مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يبدو أن واشنطن ستقبل بذلك بسهولة، خاصة أن الصين استفادت من العولمة ولكن لم تعطي ما هو بالمقابل حسب الرأي الأمريكي وحسب رأي الاقتصاديين المستقلين. ومن ناحية أخرى هناك قلق من القوى البحرية الصينية التي تتعزز من عسكرات الفضاء مع الصين، مع رفض الصين أيضا، وهذا ربما نتكلم عنه لاحقا، عن وضع صواريخها الاستراتيجية في ميزان المعاهدات. كل هذا سيزيد القلق، والحرب السبرانية هي موجودة ويمكن أن تتفاقم أكثر، وهناك حرب شركات الاتصالات ما يسمى الجيل الخامس. كل هذا لن يعطي لإدارة بايدن الكثير من الوقت لأن الملفات متعددة. ربما يتغير الأسلوب من ناحية إيجاد شراكات للولايات المتحدة في تجاذبها مع الصين، ولكن المسألة التي انطلقت من أيام ترامب ستستمر. عندما تتعدد أوجه الخلاف والمواجهة كما ذكرت بين بلدين عملاقين اقتصاديا وسياسيا بل وعسكريا أيضا، كما نرى التوتر يزداد أكثر فأكثر، هل من الممكن أن يعني ذلك أن يكون العالم على شفا حرب باردة بين هاتين القوتين؟ يعني نحن عمليا أمام حرب باردة ما بين هاتين القوتين، وضمن ما يسمى ما أسميه ثالوث محاولة إعادة تكوين النظام العالمي، أي روسيا والصين والولايات المتحدة. والأصعب بالنسبة للولايات المتحدة أن يكون هناك نوع من حلف روسي صيني حيال الكثير من الأمور، وهذا يهدد موازين استراتيجية معينة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية والباحث السياسي الدكتور خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كلامنا في هذه الفقرة سيكون اقتصاديا وبالتحديد عن إمكانية تعافي العالم من تبعات فيروس كورونا. طبعا مما لا شك فيه أن الفيروس تسبب في ضرر واسع النطاق للأسواق المالية خلال عام 2020، عطل عجلة النمو والتقدم الاقتصادي لمختلف الدول بما فيها كبرى الاقتصادات حول العالم. مؤخرا أنعشت الأسواق أخبار الاختراقات العلمية واعتماد اللقاحات الطبية، ووصلت المؤشرات العالمية إلى أعلى مستوياتها السنوية مع بدء حملات التطعيم الواسعة. ومع ذلك هناك تقارير للبنك الدولي تتحدث عن حاجة الاقتصاد العالمي لخمس سنوات كحد أدنى للتعافي والعودة كما كانت في السابق. من الواضح أن صندوق النقد الدولي شديد التحفظ في رؤيته للتعافي في المنطقة ضمن نظرته العامة وتوقعات الاقتصادية العالمي بالمجمل. يؤكد خبراء الصندوق أن عودة دول المنطقة إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة الفيروس قد تستغرق 10 سنوات. ومن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية الاعتماد الكلي في مرحلة التعافي على الإنترنت وأيضا الخدمات الافتراضية. هذا ما يهدد الأعمال التي تعتمد على الحضور المباشر والمهن الصغيرة. ضعف الاستثمار في القطاع الصحي وتراجع الخدمات المرتبطة بتعزيز الأرواح يفاقم من تداعيات الوباء. بينما تقدر لجنة الإسكوا عدد الذين يعانوا من الفقر عربيا بنحو 100 مليون فرد، وترجح المنظمة إلى تفاقم العدد بسبب إهمال الاقتصادات العربية لقطاعات الزراعة والدواء على حسب السياحة أو على حساب السياحة والنفط. حرمان ملايين الطلبة من خدمات التعليم، وهذا بطبيعة الحال يضعف البنية التحتية لشبكات الاتصال والإنترنت. حتى نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم لنا من دبي الدكتور عامر صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار السابق للبنك الدولي. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني شفنا التداعيات التي حصلت. صباح النور والسرور دكتور. هناك الكثير من التداعيات التي أصابت الوضع الاقتصادي في المنطقة الشرقية عموما، يعني حتى يعود هذا الاقتصاد العالمي إلى التحسن يحتاج إلى مدة، ولكن ما رأيك أنت، يعني هل سيعود الاقتصاد العالمي للتحسن في عام 2021؟ نحن
لنكون واضحين، نحن خرجنا للتو، إذا كنت سنتحدث عن 2021، نحن خرجنا للتو من عنق الزجاجة. هل نحن في إطار التعافي؟ بعتقد أن إطار التعافي سوف يأخذ وقت أطول. أن نصل إلى النمو أو ما كنا عليه في 15 أو 10 سنة السابقة، لا أعتقد. أعتقد أن احنا سوف ندخل في أوقات صعبة، أوقات أصعب. لماذا؟ لأن نحن خارجين من جائحة، وكما يعرف في البرية عندما تصل جائحة إلى البرية يخرج الوحوش للبحث عن الفريسة. هكذا سوف تفعل معظم الدول وبالتحديد الصين والولايات المتحدة وأوروبا للبحث عن فريسة جديدة لتعوض هذا التباطؤ الذي حدث في السنوات الأخيرة، ولا سيما أن هذا التباطؤ مرتبط بخلق فرص عمل، مرتبط بالاستثمار. رأينا كم كانت الجائحة مؤلمة ليس فقط على الدول النامية، لكن على الولايات المتحدة وعلى أوروبا، الصين طبعا فيما يخص تأثر سلاسل التوريد العالمية. ومن قبلها لو توافقيني في الرأي، كان هناك وما زالت هناك حرب شرسة بين الولايات المتحدة والصين للاستحواذ على الأسواق العالمية. أهمها أو حصان طروادة في هذه الحرب هي التكنولوجي أو 5G أو شبكات الإنترنت العالمية. ستظل هذه الحرب مستمرة لأن الصين وضعت استثمارات كبيرة. الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد هذا الكرسي أو هذا المكان، وبالتالي سوف تستمر هذه الحرب لفترة أطول، وهو ما سوف يلقي بظلاله على فترات التعافي. وبالتالي أنا بعتقد أن احنا خرجنا، عشان ألخص الوضع، خرجنا للتو من عنق الزجاجة، نبدأ بالتعافي. هناك تعافي لكن سوف تكون المرحلة القادمة أصعب. وأنا بعتقد طبقا لتقديرات البنك الدولي ما أثير أن احنا هنوصل في النمو الاقتصادي إلى 5.4-5.5 أو 5%. نعم. أعتقد أن احنا لن نتعدى 4% في العام الحالي. نعم. في المقابل دكتور، يعني هناك بعض الدول العربية حاولت التكيف سريعا مع أزمة كورونا. لو نبغى يعني نخص هنا الإمارات مثلا، التي يعني عادت لفتح أسواقها منذ شهر يونيو تقريبا، برأيك يعني هل هذه الخطوة صحيح التي قامت بها الإمارات كانت ناجحة ومردودها كان إيجابي من الناحية الاقتصادية؟ شوف، الحقيقة الدول العربية بتنقسم إلى شقين. طبعا الدول التي استطاعت أن تتأقلم سريعا مع الجائحة وكان لديها رؤية ولديها احتياطيات ولديها فيجن ولديها ثبات سياسي واقتصادي، وبعض الدول التي كانت تعاني في الماضي من مشاكل ولا زالت تعاني من مشاكل. يمكن أفضل الدول طبعا تبقى لتقرير البنك الدولي والتقرير الدولية على مستوى العالم العربي، عندنا مصر الحقيقة اللي كريستالينا جورجيفا تحدث عنها كثيرا، ثم دولة الإمارات التي أصبحت نموذج وهي دائما الحقيقة نموذج. ويمكن تصريحات أيضا كريستالينا جورجيفا مدير الصندوق النقد الدولي عن دولة الإمارات بأنها من الأفضل على مستوى العالم في التصدي للجائحة. والحقيقة الدولة دولة الإمارات نموذج في نموذج اقتصادي طبعا، لكن الحقيقة هي نموذج يدرس على مستوى الجائحة. لماذا؟ لأن في بداية الجائحة يوم 29 يناير اتخذت الحكومة واتخذت الدولة إجراءات حاسمة منذ أول وصول للفيروس من الصين، فتم إغلاق الحدود، تم عمل حظر تجوال، تم إغلاق المجال الجوي، كانت هناك إجراءات سريعة جدا في الصحة، تم تفعيل البنية الصحة، البنية التحتية في الصحة رائعة، تم تفعيل هذه البنية التحتية في الصحة واكتشفنا مدى عظمة وقوة هذه البنية التحتية في الصحة. الإنترنت والشبكات الرقمية تم تفعيلها بشكل كبير وقت الإغلاق، وبالتالي المئة مليار درهم التي تم وضعها في المصرف المركزي لمواجهة هذه الجائحة كانت هناك إجراءات اقتصادية وسياسية واجتماعية واجتماعية يعني بالتوازي بمنتهى الهدوء وبمنتهى السلاسة. ربما هناك دول كانت مستعدة يعني لأسباب أو لأخرى وكان عندها خطط بديلة حتى تواجه أزمة الطوارئ اللي مرت فيها، وبالمقابل زي ما ذكرت في دول لم تكن مستعدة. إذن ما هي الخيارات أمام باقي الحكومات العربية حتى تتعافى من تبعات كورونا؟ الحقيقة ده سؤال مقلق ومحزن، لأن في كثير من الدول أو بعض الدول العربية التي تحاول الخروج من عنق الزجاجة سوف تضع أزمة كورونا أو جائحة كورونا مزيد من الضغوط عليها. في مجال إيه؟ في مجال فرص العمل، في مجال خلق فرص عمل، في مجال البنية التحتية الرقمية بالتحديد، لأن احنا نعيش في عالم رقمي الآن والبنية الرقمية أصبحت ما يهمنا أكثر مما مضى. فالبنية التحتية، وضع خلق فرص عمل،
المخصصات المالية لهذه الدول لكي تستطيع أن تنهض، تحرير التجارة، الإصلاحات الاقتصادية. لن تستطيع بعض الدول إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، يعني شفنا على سبيل المثال بدي نموذج مثلا مصر على سبيل المثال في 2016 كانت الإصلاحات الاقتصادية جذرية يعني ومؤلمة ولكنها استطاعت في 2019 2020 لم تكن بالسهل أبدا. عموما هي مسألة وقت وقد تعود كما كانت وضع الاقتصاد في كثير من الدول. أنا أشكر مداخلتك معنا اليوم الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار السابق بالبنك الدولي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا في حلقة الغد سنفتح ملف لقاحات كورونا وظهور فئة في المجتمع رافضة للقاح لأسباب مختلفة، قد تكون عدم الثقة في فعالياته أو ضد فكرة التلقيح أساسا. يعني هذا يمكن السؤال في كل بيت حاليا. سؤالنا لكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم سيكون: هل تعتقد أن فئة أو الفئة الرافضة للقاح كورونا ستؤثر بقرارها سلبا على صحة المجتمع؟ شاركونا إجاباتكم على صفحة البرنامج اليوم على الفيسبوك. يعني أنا شخصيا أحس أنه هذا واجب مجتمعي فردي، أنه الواحد يبادر طالما أن الحكومات وفرت اللقاح، فالمفروض أنه هي تروح أو على الأقل لا تأثر. صحيح، هو فتح باب كبير للجدل، خصوصا أنه التلقيح يعني اختياري في النهاية. صحيح، الحكومات لا تجبر الأشخاص أو المواطنين على التلقيح، ولكنه يعني كما ذكرتي في جزء منه واجب مجتمعي حتى نصل للنسبة. صحيح، التي نتحدث عنها وهي نسبة مناعة القطيع. صحيح، أعتقد أنها في حوالي 70 أو 80%. عموما سيكون معنا أكيد خبراء ليعلقوا على هذا الموضوع بالتفصيل أكثر في حلقة الغد. لكن بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج.